السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم بغيت نهضر معكم واحد شويه، بغيت نشارك معكم واحد الوصفه ديال واحد العشبه اللي تداها في الخبز، اللي قلت لكم تداها في الخبز وفي الكسكسو وفي الطاجين وفي اي ماكوله يعني داتوها هذيك العشبه. زوينه زوينه بزاف البنات ولا العيالات ولا سميتو، يعني زوينه بزاف ما نعاود لكمش عليها، لحقاش فيها منافع كثيره. واليوم بغيت نشارك معكم هاد الفيديو هذا باش تشوفوا يعني مشاهده يعني حقيقيه لهاد العشبه هذه وكيف تندير ليها في هذا الخبز هذا، خبز ديال الشحمه. انا غادي نعجن، المهم دات هنا الدقيق ديال القمح كيف ما تتشوفوا، نص ديال القمح والنص ديال الدقيق البيض. وهنا عندي هنا هذه الخميره البلديه، تنعجن انا ديما بالخميره البلديه، وهذه الخميره حبوب، تندير انا الخميره حبوب معجونه. بغيت انا نديرهم كغيسات خامات، يعني ما نديرش مسمن، ماشي مسمن، تنديرهم كغيسات خامات. وما نعاود لكمش البنات اليوم، عرفتي واحد يعني جيت من الحمام وما نعاود لكمش على دوك العشوب اللي حطيت لكم في الفيديو، يعني هائلين البنات، هائلين هائلين بزاف. ويعني وتنتمنى تجربوهم البنات، يعني هادوك العشوب يعني تي يديروا المناطق يعني دوك اللي فيهم التصبغات وداكشي، يعني تتولي يعني بالله ما نعاود لكمش البنات، يعني مزيانين بزاف وتنتمنى تجربوهم. يعني انا غادي نعجن وغادي نوجد ان شاء الله القامه اللي غادي ندير في الخبز، وهانتوما معايا. المهم ها هي العجينه الغاليات ديالي، عجنتها وغادي نخليها دابا الضعف في الحجم ديالها، يعني غطيتها بالسلوفان وغنعاود عليها واحد الغطاء باش غادي يضاعف الحجم ديالها. ومن بعد غادي نوعي لكم كيفاش تندير داك الخبز ديال الشحمه. يعني العجينه ما خافيه حتى على شي وحده، يعني الحادقات المغاربيات يعني كل وحده والطريقه ديالها في العجينه. يعني المهم الحمد لله اللي ما تعلمات في الدار ديالهم تتعلم عند راجلها، واللي ما تعلمت عند راجلها يعني تيعلمها الزمان، والحمد لله على كل حال. والله يخليكم ديما نشطين وديما ضحكين، والله يسهل لكم في الامور ديالكم. دابا غادي نحضر معكم الحشوه ديالنا بعد ما غسلت هاد المكونات ديالي. عندي هنا قطع من الشحم، يعني الشحمه هي هادي، والبصله، عندي البصله، عندي هنا اربعه ديال سميتو. المهم اللي بغات دير ديك البصله الاخرى ماشي مشكل، ديك الحمراء ولا البيضاء ماشي مشكل، انا تتعجبني هادي في خبز ديال الشحمه. يعني هاد الواق ديالها عنده واحد المنافع اللي هي كثيره، زوينين البنات هادو، يعني الا لقيتو تستعملوا هاد البصله هادي. وعندي هنا جوج ديال القريعات خضراء نقيتهم وغسلتهم، وعندي هنا فلفله وحده حلوه، وعندي فلفله حاره هنا ما ديروش الحار، المهم الا ما بغيتوش هو اختياري، اللي ما بغاش ما يستعملوش. وعندي هنا واحد خيزويا جزا، وغادي نقطع هاد المواد، غادي نقطعهم بالنسبه للخيزو غادي نحكو مع القرعه الخضراء، يعني هادو تيبغيو سميتو يتحكو، لحقاش يعني ماشي ما تيطيبوش بزاف، ولكن الا حكيتيهم في ساعه تيطيبو مع البصله ومع ديك الشحمه. غادي نحك هادو، تنحكو في هاد الرقيق هذا، كيف
كيف ما تتعرفوا الوليدات ما تيبغيوش ياكلوا لنا الخضار، يعني هذه هي الطريقه الوحيده باش ياكلوا يعني الخضار، يعني تتحطي لهم ما تيشوفوش اشنو اللي سميتو، فهي هذه الخضار هذه اللي تنديروا لهم، فهي يعني مزيانه نافعه بزاف للذات. هانتوما بعد ما حكيت هاد القريعه مع خيزو، غادي نقطع البصله دابا مع الفلفله والشحمه. ها هي بعد ما قطعت هاد المكونات ديالي، يعني الفلفله وحكيت خيزو مع القريعه، وقطعت كذلك هاد البصله والشحمه قطعتها حتى هي والفلفله، الفلفله الحارة والحلوه، يعني قطعتهم مازال غادي يدوزوا في العافيه، غادي نديهم على نار مهيله غتا ينزلوا ونطفي عليهم. وغادي نزيد دابا العطايه ديالي، عندي هنا هذه شويه ديال الخرقوم، غادي نزيد واحد شويه ديال السودانيه، وعندي هنا واحد راس معلقه ديال راس الحانوت ما تكتروش منه. وشويه ديال المليحه، وشويه ديال الكمون، نص معلقه ديال الكمون، اللي ما تيبغيش الكمون ما يديروش. والزيت البلديه، زيت الزيتون، نزيد واحد شويه، واحد شويه. ايوا صافي، تنخلط هاد المكونات ديالي وتنديهم على نار مهيله حتى تينزلوا، وتا باش غادي وكاينه عاوتاني هذيك العشبه نسيتها لكم، العشبه ديال هي كاع علاش ضايعه. هاد العشبه هادي ما تكتروش منها، يعني هاد القياس هذا اللي ديروا، غادي نغسلها ونقطعها. ها هي البنات غسلوها مزيان حتى يكون فيها داك التراب، يعني ها هي بعد ما قطعتها غادي نزيدها في ها هي بعد ما طيبت هاد المواد هادي هاد المكونات، يعني طيبتها بحال نص طياب، غادي نخليها دابا تتبعد ليا، عادا نديرها في العجينه، عاد ندير حشوه في العجينه ديالي. صافي البنات، فاش يضعف ليا الحجم ديال العجينه ديالي تنبقى نشكل فيها وتنخوي فيها داك بعد داك الهواء اللي فيها، يعني تنخوي لي هذاك الهواء وتنبقى نشكل فيها وندير الحشوه ديالي ونتلاقاو من بعد. تندير شويه ديال الزيت على سطح العمل وتنسرح العجينه ديالي، اما الا بغيتي ديرها مربعه ولا تديها دائريه اللي بغيتي. الحشوه تنديرها هكا، يعني حتى تكون بادات ليكم الحشوه ما ديروهاش سخونه، تنديوها في الوسط ديرها بحال هكا، تنطويها
ونخليها ترتاح شويه، نخليها ترتاح شويه نفس الشكل تنديرها. لا الا بغيت نديرها عاوتاني دائريه تنجمع عليها الجناب ديالها. نخليها حتى هي ترتاح. وتنكون دايره المقله ديالي تسخن، اللي تنرشها بشويه ديال الزيت. صافي تنقاص هذيك الاولى غير بشويه باش ما يخرج لكمش هذاك البصله ومع الشحمه في الجناب، يعني دوك القوام ما خصهمش يخرجوا غير بشويه. صافي تنديرها طيب، وهكذا تنكمل العجينه ديالي كامله. وهذا هو الشكل النهائي ديال المسمن ديالنا ديال اليوم، ديال المخمعات ديال المسمن ديال الشحمه اللي فيه العشبه ديال ديال اشينا ولا الحيط الشيخ. يعني هذا هو يعني هو التقديم الاخير هو هذا. يعني طيبت غير داك الشيء قليل، والاخرين درت لهم غير نص طياب، يعني تنديرو في الثلاجه وقت ما بغيت شي حاجه تنهزها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.